قصة حصلت لنا بخصوص اللايسنس أو الرخصة للبرنامج اللي انت هتستخدمه. واجب وشرط ان انت يكون معاك رخصة للبرامج المستخدمة أثناء عملية البحث العلمي، سواء في ماجستير أو في الدكتوراه في جامعتك في مصر أو في أي جامعة خارجية. كمان بننصح زملاتنا وطلابنا لما يخرجوا بالذات خارج مصر، ويا ريت كمان جوه مصر بس خارج مصر اكتر، اللاب بتاعك لو عليه اي برامج فيكت ممنوع تحط اللاب بتاعك داخل المعمل وتوصله بنت المعمل، لان هو بيتم كشف البرامج ديت وتلاقي ادارة الجامعة بعتالك، واحتمال الشركة صاحبة البرنامج تعرف بيجيلها اليرت وبتبعت للجامعة وبيحصل مشاكل وممكن يترفع قضية وتدخل في ليلة كبيرة تتسبب لك بمشكلة وانعدام الثقة فيك، وممكن توصل لمرحلة ان انت تسيب الجامعة وتمشي. هحكي على قصة حصلت معايا في الدكتوراه. كنت بستخدم احد برامج السيموليشن، برنامج مشهور جدا مش هذكر اسمه بس برنامج كبير يعني. نشرت فيه بيبر في الدكتوراه وكنت كاتب في الابستراكت وكاتب في البيبر انا استخدمته، وكان الاوثرز مصريين ويابانيين. اتفاجئت بإيميل جايلي من مؤسسة برضو مش هذكر اسمها، مسؤولة عن هي المسؤولة عن بيع البرنامج والوسيط الحصري أو الموزع الحصري للبرنامج في الشرق الأوسط، يعني هما اللي بيبيعوا البرنامج. فبعتين لي بيقولوا لو سمحت انت نشرت البيبر ديت في الفترة الفلانية، احنا محتاجين، هل انت عندك لايسنس؟ ولو عندك لايسنس احنا محتاجين نشوفها نطلع عليها. طبعا ده ايميل صعب جدا ومشكله كبيره. انا بعت الحمد لله احنا كنا واخدين اعتبارنا الموضوع ده، كان مع انا اصلا كنت في اليابان اثناء اداء البحث، وكان ساعتها عندنا لايسنس كونسول البرنامج يعني عموما، وكان عندنا في برضو كان في طوكيو عندنا برضو طوكيو تيك كان في لايسنس الانسز وكان في لايسنس الماتلاب ولايسنس البرامج كلها، يعني الحمد لله الجامعة كان فيها لايسنس كتيرة. أما الجامعة المصرية ما كانش فيها اللايسنس للإيه للجزء ده للبرنامج ده. فأنا دلوقتي هما بعتين لنا على أساس الجامعة المصرية، بس أنا في البحث كاتب إن الأفليشن بتاعتي تبع الجامعتين، ومعايا مشرف كمان من التوكي تيك من المعمل اللي أنا كنت فيه. فخلاص هو كده الحمد لله إحنا معانا لايسنس واشتغلنا عليها صح، يعني ما غلطناش في حاجة، بس هم عايزين الجامعة تشتري البرنامج وعايزين يعني بشكل ما تشتري البرنامج. بعتوا رئيس الجامعة، طبعا انا رديت عليهم باللايسنز اللي موجودة في توكي تيك. هم بعد كده شافوا بحث تاني كان اتنشر برضو، فبرضو قالك لا احنا عايزين الجامعة تشتري، فبعتوا للجامعة لرئيس الجامعة ايميل ان تم نشر البحث ده من عندكم وان انتم مش عندكم لايسنز. فبقى رئيس الجامعة بعت للعميد والعميد بعت لرئيس القسم، وعملنا اجتماع وقلت لهم يا جماعه احنا معانا اللايسنس من الطرف الياباني والبحث والدراسه تمت في اليابان في توكيو تيك، فخلاص الموضوع يعني كان محلول. بس برضو اتعامل ضغط بشكل معين واضطرينا نشتري البرنامج. فالكلام ده لو في جامعه كبيره قوي كمان ممكن يرفعوا قضيه عليك على الجامعه والاستاذ وهيشيل غرامات ماليه كبيره. عشان كده احنا دايما بنقول البرنامج اللي هتشتغل عليه لازم يكون معاك لايسنس. طب مش معاك، حاول تدخل مشرف من جامعه تانية يكون مع اللايسنس. في اسوأ الظروف اللي انا ما انصحكش بيها، لو مش يعني مضطر وكده، او حصل حاجه وخلاص واكتشفت شفت الفيديو ده بعد ما حصل اللي حصل، ما تكتبش في البيبر ان انت استخدمت السوفت وير الفلاني، لان ده هيدينك وهيعمل لك مشاكل بعد كده وهيعمل مشاكل للجامعه. فخد بالك، ويعني دايما بننصح حبايبنا ان النقطه دي مهمه. كمان ما تفتحش اللاب بتاعك، انا قلتها قبل كده، ما تفتحش اللاب بتاعك في المعامل الجامعه وهي عليها كراكد بروجرام، ويفضل ما يبقاش عندك كراكد بروجرام اصلا، ابعد عنهم. اخيرا برضو ممنوع تثبت برنامج كراكد على جهاز في المعمل، هيعرضك للخطر، هيعرض مشرفك للخطر ومعملك،
وهيحصل مطالبات مالية وممكن ترفع قضية وهكذا، والثقة فيك هتنعدم وممكن تمشي من الجامعة. والثقة مش فيك انت لوحدك، الثقة فيك وفي جميع نفس الشباب اللي زيك مصريين او جامعة ينتموا للجامعة الفلانية. فانت بره مصر ما بتمثلش نفسك، بتمثل كل اللي من بلدك. فخد بالكم وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.